بسم الله، ربنا اجعلنا قاصدين وجهك طالبين توفيقك ورضاك يا كريم يا عظيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، حطوا في بالكم أنا لا ربي كيف يبطله، لا لكن على يقين، بل الإبطال لابد منه، لأنكم مش طريق صحيح، طريق بتاع فرعون يحب يختم بيكم، وهذا الطريق المحامين بتاع ترامب اللي اليوم زادهم في المال وأغراهم أن يكونوا سينتصرون لدى المحاكم. ونساء اللي لا دبوكاتية الماضيين ولا الحاليين ولا اللي يفكر فيهم مش يزيد مدد له باش ينجحوه من الواقعة اللي وقعت له في نهاية هذه الانتخابات اللي وقع فيها اضطرابات ووقع تشويش. بلا تفكير كثير من الأمريكان، البعض منهم بدأ يوري في ذرائعاته، والجماعة الأخرى يتعقبوا جماعة الحزب المقابل. بلا إذا كان حافلة يركبها جماعة بايدن، يلزم شكون يحاصرهم وينغص عليهم حياتهم ويهددهم بحادث مرور. بلا تلقى سيارات من هنا وهناك كلاب ترامب لترومبير ترومبي باش يوقع الرعب في ربما الروس الكبار بتاع الحملة الانتخابية لبايدن، وبعد تعم الفوضى وكل هب يعني هذا يهبط يديه يقول لك لا فايدة، الناس هذوما غلبونا من المال من البداية، غلبونا لا فايدة باش نمشيو الانتخابات ننقص ديارنا، لأنه إذا كان خرجنا يهددنا أتباع الكلب رئيس المافيا الترومبية، وهذا ما جر مصر من التعقيد بمكان. نسأل الله السلامة في كل أحوالنا والسلام.